أمين العام للجمعية أسباب انسحابهم إلى عدم تمكنهم من عرض وجهات نظرهم وتصحيح نسب التمثيل للمشاركين في الحوار، وقال إن جدول عمل الحوار لم يتضمن القضايا الرئيسة التي تطالب المعارضة بطرحها على النقاش. لم يمضي أكثر من أسبوعين على بدء مؤتمر الحوار الوطني البحريني حتى قررت جمعية الوفاق المعارضة إنهاء مشاركتها فيه، غير أن مقاطعة جمعية الوفاق لجلسات هذا المؤتمر لم تكن أمرا مفاجئا نظرا للاختلاف بين ما هو مطروح على جدول أعماله وبين ما تطالب به الجمعية بحسب أوساطها. فمؤتمر الحوار جاء بمبادرة من العاهل البحريني بهدف إطلاق سلسلة من الإصلاحات السياسية لإنهاء حالة الانقسام في المجتمع البحريني، لكن ما هو مطروح للنقاش في المؤتمر يتركز على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضية الحقوق. أما مطالب جمعية الوفاق فتتعلق بمناقشة قضايا الملكية الدستورية واستقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية وتكوين مجلس تأسيسي لإصدار دستور جديد، وهي مطالب يتحفظ عليها الموالون للحكومة من الأحزاب الأخرى وتصر عليها جمعية الوفاق. الحوار الوطني لا يشكل حقيقة تجمع حواري، وإنما هو منتدى ليس أقل ولا أكثر. حاولنا في هذا المنتدى أن نوصل وجهات نظرنا، ولكن أنصبت الأبواب أمامنا. طلبنا أن يكون على مضامين الحوار حكومة انتقالية لم توضع من الأصل. طلبنا أن يكون هناك بحث في مجلس تأسيسي لتشكيل دستور جديد لم يوضع على الحوار من الأصل. جمعية الوفاق الوطني كانت قد مهدت لقرار انسحابها من مؤتمر الحوار بحشد جمع كبير من أنصارها قرب العاصمة المنامة قبل يومين من اتخاذها هذا القرار. وطرح أمينها العام مجددا مطالب الجمعية التي قال إنها تتمثل في إصلاح ديمقراطي جذري يتمثل في حكومة منتخبة ومجلس تشريعي بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ونظام انتخابي شفاف وقضاء مستقل.